مرحبا بكم مجددا، وبنبدا معكم فقره حواريه جديده في هذا الصباح، وهي مخصصه عن الحديث عن الشخصيه المصريه والعوامل المؤثره في هذه الشخصيه. كلنا احنا عارفين بالطبع ان الشخصيه المصريه لها الكثير من المميزات، وايضا بتختلف في من وقت لاخر، سواء في مراحل الانتصار او في مراحل الانكسار، ربما تكون هناك بعض الاختلافات الكثيره. هناك ايضا ربما بعض السلبيات التي ربما انتشرت في الأونة الأخيرة داخل مجتمعاتنا، إزاي إحنا يعني نعيد القيم ونعيد العادات ونعيد الأخلاقيات التي نتمسك بها دائما، وما هي المقومات لهذه الشخصية. هذا ما سنناقشه مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ الدكتور جمال أبو شنب، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة حلوان. مرحبا بحضرتك دكتور. يا أهلا بك. اسمح لنا في البداية نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. انطلاقا من اهتمام الدولة ببناء الشخصية المصرية ودراسة العوامل المؤثرة فيها، يأتي مناقشة مجلس الوزراء لمنظومة بناء الإنسان المصري، والتي تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أنه تم الاتفاق على وجود دراسات وفريق من المتخصصين من وزارات التعليم والثقافة والتخطيط وتشكيل لجنة من هذه الوزارات للانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المنظومة. الكلام كان أن بيدور حول ثلاث محاور أساسية: بناء الشخصية المصرية، بناء رأس المال الاجتماعي، وتشكيل القيم المحورية. دول ثلاث أمور هيبقى فيه عليهم دراسات تفصيلية. السادة الزملاء والسيد رئيس مجلس الوزراء وجه بأن يكون هناك دراسات تفصيلية عن بناء الشخصية وبناء رأس المال الاجتماعي وبناء منظومة القيم الإيجابية. يأتي الاهتمام بالشخصية المصرية لامتلاكها العديد من السمات والخصائص التي تميزها عن غيرها، وذلك لتراكم الخبرات التي اكتسبها المصري عبر آلاف السنين. وارتباطا بذلك، يؤكد عدد من علماء الاجتماع أن الشخصية المصرية تمتلك العديد من الخصائص الإيجابية التي تصنع التقدم والازدهار في حالة حسن استغلالها وتوظيفها. كما يؤكد علماء النفس أن المصري مبدع بطبيعته ويتميز بالصبر وعدم الاستسلام، وخير مثال على هذا تفوق المصريين في مجالات العلم والعمل المختلفة خارج مصر. وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يؤكد البعض على ضرورة استغلال الشباب لكونهم الكتلة القادرة على إحياء نهضة المجتمع وقيادته نحو مستقبل حقيقي يكفل حياة كريمة لكل أبناء مصر. ومن أجل تحقيق ذلك، يؤكد البعض على أن إشراك الشباب في برامج التنمية أمر حتمي لا بد من الاعتماد عليه من خلال استغلال الطاقات الإيجابية الموجودة لديهم للتغلب على التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن. هناك سمات كثيرة في الحقيقة بتتمتع بها الشخصية المصرية. إذن دكتور جمال، لو ننطلق من تكوين هذه الشخصية المصرية ومقومات هذه الشخصية، كيف تراك أستاذ علم اجتماع واجتماع سياسي طبعا في نفس الوقت؟ شوف، هو دايما لما نيجي نتكلم على الشخصية في حياة الأفراد وفي حياة الدول والأمم، نعم، في شخصية فردية لكل شخص، ذاته الفردية، وعلى مستوى الدولي الدولة والقومية في الذات القومية أو الشخصية القومية اللي هي شخصية الدولة. في مستوى الحياة الفرد، كل فرد ما له شخصية لها مقومات وسمات بتتميز بها، ما يعم ويغلب عليها من سمات وصفات بيطبع هذه الشخصية بطبع معين. نفس الكلام بنقوله على مستوى الذات الاجتماعية، بس كيف يتم الانتقال من مستوى الذات الفردية أو شخصية الفرد إلى مستوى إن أنا يبقى عندي شخصية اجتماعية أو مجتمعية أنتمي بها للمجتمع والدولة اللي أنا فيها؟ دي بتبقى من خلال بقى عمر الفرد اللي بمر بيه، مراحل التنشئة والتربية اللي بمر بيها الفرد، عشان يبقى في النهاية يقول ان انا منتمي، انا عندي ذات اجتماعية، عندي النحن حاجة، ابقى اقول كلمة احنا. بتبدأ من خلال بقى مؤسسات الدولة اللي هي بتبدأ من الاسرة والدولة ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة المختلفة، بتلعب دورها في النقلة من ان يبقى عندك ذات فردية الى ذات اجتماعية، سموها الانديفيدوال سيلف والسوشيال سيلف. ولذلك هنا ما يعم ويغلب على الشخصية القومية في النهاية بيطبع شخصية الدولة بسمات وصفات معينة تغلب عليها. ومن خلال استعراض البعد التاريخي، كيف تكونت شخصية الدولة المصرية وما هي الملامح المميزة ليها لو نقدر نتكلم عليها، وهذه الملامح ازاي خضعت لعمليات مؤثرات وتأثيرات من خلال ظروف صفرية، مراحل صفرية في التاريخ الإنساني، لعبت دور
في إعادة بناء وتشكيل هذه الشخصية لغاية ما نحن نقول إن عندنا بناء الدولة المصرية أو بناء الشخصية المصرية. نعم. عندنا محددات مهمة جدا في الشخصية المصرية، وهو محدد الأول نهر النيل والموقع الجغرافي والدين. هذه المحددات الثلاثة محددات رئيسية في تكوين بناء الشخصية المصرية على المستوى القومي. وديت الثلاث أبعاد دولي خلوا الشخصية المصرية تمتاز بحاجة اسمها الاستقرار والاستمرار عبر الزمن داخل حدود الزمان والمكان، بحيث يصبح السكان داخل حدود المكان قادرين على الاستمرار والبقاء داخل هذا المكان، بحيث أقدر أقول أن الشخصية المصرية شخصية مركزية. شخصية مركزية بمعنى الدولة المصرية هي أول دولة في التاريخ في هذا المكان استطاعت أن تقيم دولة، وداخل حدود هذا المكان استطاع السكان داخل حدوده أن يستمروا في الزمن مستقرين بحالة من الارتباط بالأرض والمكان والولاء للدولة والوطن نتيجة القدرات الطبيعية اللي بيز بها ربنا هذه الأرض وهذه البلد من خلال مجرى نهر النيل والموقع. ولذلك نقدر نقول الشخصية المصرية أيضا شخصية مؤثرة من خلال موقعها الجغرافي اللي تميزت به على مستوى العالم من ربنا حباها به على بحار وأنهار ومحيطات، موقع لا يختلف عليه اثنين في أنه موقع مؤثر. ولذلك ليه الدولة المصرية بيسموها دولة مركزية؟ لأنه داخل حدود المكان أقيمت الدولة المصرية أول دولة في التاريخ، واستطاعت أن تقيم حضارة دانت لها الدنيا، واستطاعت أن تشكل ضمير العالم، وأقامت حضارة اتصفت بالعمران، واتصفت بحضارة أولا زراعية وعمرانية على أسس علمية. لم تكن الحضارة المصرية من خلال خبرات حياتية فقط، ولكنها حضارة يحار العقل البشري والحضارة الحديثة في تحليل مقومات العلمية التي بنت الحضارة المصرية في البناء والتشييد والعمران والهندسة والطب والزراعة وفنون والأرض، كل ده كان موجود. إذن الدولة المصرية دولة تتصف بأنها دولة مركزية، وداخل حدود المكان استطاعت بالمعنى العادي أو بالتقليد العادي نسمع كلمة دايماً مصر أم الدنيا. ليه أم الدنيا؟ لأنها أول دولة في التاريخ، وهي اللي صدرت للعالم الأخلاقيات والقيم والمبادئ التي تدين لها الإنسانية. وما في دولة في العالم الحديث إلا لما تعترف وكل قلوب العالم تفلو إلى مصر عشان تيجي مصر وتزور هذه الآثار التي تركها لنا الأجداد داخل حدود الزمان والمكان. ولذلك عنصر التأثير على المستوى المحلي الداخلي والمحلي والإقليمي سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في المنطقة كلها وارد، لأن الشخصية المصرية شخصية مؤثرة. وفي النهاية أقدر أقول أن هذه الدولة أصبحت لها صفة معينة، صفة الاستيعاب. الشخصية المصرية شخصية أيضا مستوعبة، مستوعبة للغير وللآخر، ولكن دون حد الذوبان في شخصية الآخرين، فهي تستوعب شخصيات الآخرين داخل حدودها، ولكنها شخصيتها لا تزيف في الآخرين. وده وضع على بعدين مهمين جدا. البعد الأول في الشخصية الاستيعابية للشخصية المصرية على مدار الزمن أن النيل يجري من الجنوب إلى الشمال عندنا، من إفريقيا إلينا، ويأتي النيل عبر العديد من الدول، يحمل من هذه الدول الطابع الرافد الطبيعي إلى ربنا، ده أن هو أطول نهر في العالم ومن أنهار الجنة. يعني نهر النيل ده هو سبب الحضارة المصرية. وهنا سؤال بيفرض نفسه، لماذا لم تقم الحضارات في بلاد مصب النيل؟ كانت هناك حضارات ولكنها لم تكن في مستوى الحضارة المصرية. اتصفت مصر بأنها دولة مركزية ودولة المصب، يأتي النيل بكل خصائص المكان البيئي والجغرافي من إفريقيا إلى مصر وطباع الشعوب، وتنتمي مصر لأفريقيا وتنتمي الدول الإفريقية إلى مصر. وحتى الطامعين والغزاة الذين طمعوا في مصر وفي غزوها استطاعت عبر التاريخ مصر أن تستوعبهم، ولم تتبدل شخصيتها برغم الطامعين والغزاة. طيب لو اتكلمنا عن الشخصية المصرية، هل يمكن أن نصفها بأنها هي شخصية متقلبة مزاجية مثلا؟ يعني بنشوف بتختلف من وقت لآخر طبيعة الشخصية المصرية، حتى لو اتكلمنا عن وقت الشدة بتلاقي شخصية مختلفة، وقت الأمور العادية بتلاقي برضو شخصية مختلفة، لكن يمكن في الآخر هي شخصية وطنية مخلصة، يعني تقف صفا واحدا في وقت الأزمات بغض النظر عن أي اختلافات أو أي مشاكل أو معوقات. الرافد الديني كان له تأثير جدا في بناء الشخصية المصرية الحقيقة. لأنه الرافد الثاني اللي أنا عايز أقول عليه
في شخصية الاستيعاب بجانب الرفض الطبيعي هو الرفض الديني، لأنه مصر منذ بداية الخليقة إلى الآن، برضو هرجع لكلمة أم الدنيا، يرتبط في من ده حل حكمة إلهية، أن الدين كان مقاوم أساسي في بناء الشخصية المصرية. ولذلك الشخصية المصرية شخصية محافظة ووسطية وغير متصارعة وغير متعارضة ومستوعبة للآخر وسهلة ومتسامحة، لأن الدين مقاوم أساسي كان في شخصيتها منذ القدم. وجدت ديانات في مصر منذ أخناتون، ديانة التوحيد ما قبل الديانات الإلهية، وجاء في وسيدنا يوسف كان موجود في مصر، ثم بعد ذلك سيدنا موسى كان موجود في مصر وكلمه الله على أرض مصر، يعني تجلت الذات الإلهية على أرض مصر أيضا. وبعد كده سيدنا عيسى ووالدته جاءوا في هربا من اضطهاد الرومان وعاشوا في مصر لمدة 4 سنوات في بلبيس وفي المنيالة. ثم يأتي الإسلام، وعندما جاء الإسلام أكمل مقومات الشخصية المصرية كشخصية متدينة وسطية غير متصارعة، واستطاعت الشخصية المصرية بتدينها أن هي تلعب الدور في المحافظة على الهوية والدين والقومية، ووقفت ضد الغزاة والطمعين ودافعت عن الأمة ودافعت عن الهوية من المغول والتتار. ثم حتى في العصر الحديث عندما جاءت انتكاسة 67 وجاءت 73 لكي تمحو الهزيمة، تمتاز الشخصية المصرية بأنها شخصية واضحة المعالم، بغض النظر بقى ان انا على كلمه بقى في الاستيعاب ديت، ان هي اقدر اقول انها شخصيه متحديه ايضا، شخصيه مصريه متحديه، متحديه بمعنى انها لا تقبل الانكسار ولا تقبل الهزيمه. يحدث الهزيمه، يعني اذا رجعنا من في احمس في عهد الفراعنة طرد الهكسوس، لو علم بانها ليست غازيه ايضا وليست غازيه للاخر ولا محتله إلا مع جزئية هتكلم فيها في العصر الحديث فقط في لحظات الانكسار والانتصار، إنما هي غير شخصية متحدية لا تقبل هزيمة. هزمنا في 67 لأسباب موضوعية أدركت الشخصية الوطنية من خلال مقوماتها اللي أنا قلتها ديت، اللي هي الرافد الطبيعي، النيل، والدين والموقف الجغرافي، ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على الهوية والدين. أنها لابد أن تنتصر من 67 ل 79، عامل زمن قليل جدا، فاستطاعت أن تعيد بناء نفسها مرة أخرى وتنتصر للهوية وللقومية وللدين مرة أخرى. ولذلك هنا أما أجي أقول بقى حتة التحدي ديت، هل الشخصية المصرية شخصية قوية ولا ضعيفة؟ لا، شخصية قوية، ولكن رغم قوتها ليست غازية ولا طامعة، ولكنها متحدية من أجل الحق. ولذلك الدين هنا لعب دور مهم جدا مقاوم في حتة الوسطية والتسامح والود واحترام الآخر، قيم احترام الآخر والجيرة. عمر مصر ما سمعناش في التاريخ الإنسان كله أن مصر كانت دولة محتلة للآخرين إلا، ولذلك هنا نيجي نتكلم على لحظات الانكسار ولحظات الانتصار المهمة جدا، لأنه لحظات الانتصار والانكسار نحن نتكلم فيها في لحظات معينة بسموها لحظات صفرية في التاريخ الإنساني، تحدث مجموعة من المؤثرات التي تلعب دورا مهما جدا في إعادة بناء الشخصية وبناء مقاومتها في التاريخ الحديث. فما نيجي نقول على سبيل المثال، متى كانت الشخصية المصرية شخصية في لحظة انكسار وانحدار وانكفاء على الذات؟ في الفترة اللي كان فيها جلب بيزنطيين في سنة 611 أو 16، رجعوا لمصر تاني وهزموا الفرس، وبعت هرقل الجيوش بتاعته إلى مصر، وبعت هنا واحد اللي هو القائد بتاعهم سيروس اللي هو سموه المقوقس حاكم مصر. اضطهد المسيحيين، كان البنيامين اللي هو ماسك الكنيسة الكاتدرائية المرقسية المصرية، اضطهدوا المسيحيين وعذبوهم ونكلوا بيهم، وهرب القساوسة إلى صعيد مصر ووادي النطرون في هذه المرحلة من عذابهم. وحتى أخو بنيامين قتلوه وحرقوه وحطوه في جوال ورموه في الماء. هنا دي شخصية كانت لحظة انكسار وانحدار فيها. لما جاء الفتح الإسلامي، نكمل بقى اللي هي المقاومة الديني، عندما جاء الفتح الإسلامي لمصر في مرحلة تالية 636 ميلادية، ما جاء الفتح الإسلامي إيه اللي حصل؟ أكتملت مقاومات الشخصية المصرية واستطاعت أن تعي دورها التاريخي تماما. شوف منذ إخناتون حتى نهاية الديانات. والحاجة الغريبة اللي الواحد يقف عندها، أن الديانة الإسلامية نزلت في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما تجد في تقارب غريب ما بين
يعني الغرب، الحجاز والبحر الأحمر والطور ومنطقة سيناء وكليم الله فيها. هنا منطقة أرض الديانات، مهد الحضارات والديانات. ولذلك هنا أما الإسلام جاء إيه اللي حصل؟ عمرو بن العاص أما فتح مصر وعمر بن الخطاب بعت له خطاب قال له عدم التنكيل بأهل مصر، وأصدر قرار بعدم امتلاك العرب أراضي في مصر وإنه هو يحافظ على حقوق المصريين، وبعدين رجع للكنيسة ممتلكاتها اللي كانت موجودة في اللي أخذها البيزنطيين كلها رجعها لهم. وهنا بدأ يتحقق العدل وقيمة الدين في كمقام أساسي في مقاومة الشخصية. طيب المصرية. لو اتكلمنا في العصر الحديث دكتور جمال، هل حدث تغييرات على الشخصية المصرية ولا يعني ما زالت برضو بعض الأمور موجودة لكن تحتاج إلى الكشف عنها، إلى تقويمها، إلى التأكيد عليها، خاصة أن في بعض القيم ربما اختلفت لدى المجتمع المصري، بعض العادات، بعض التقاليد وغير ذلك من الأمور اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي؟ في هناك القيم الحديثة اختلفت. بنسرد البعد ده ليه؟ لأنه حدث نوع من التغير في القيم نتيجة متغيرات وأحداث عالمية أيضا. يعني فترة الاحتلال العثماني والإمبراطورية العثمانية أثرت كثير جدا، لأن العثمانيين أخذوا دور معادي للدولة المصرية فترة حكمه، فده لعب دور كبير جدا في هدم كثير من القيم الموجودة حتى على مستوى البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. دي كانت نقطة خطيرة جدا يمكن الناس ما تاخدش بالها منها، أنه من 1517 ل 1805 عندما حكم محمد علي مصر فترة حكمه وهو بتفويض من الوالي العثماني، بدأت مصر دي مرحلة حكم الإسلام فترة انكسار. عندما حكم محمد علي مصر بدأت مصر من غيبوبة بتاعتها تفوق وتبدأ مرحلة انتصار، ويعني بعيد عن الإخدار والانكفاء، وتبدأ مرحلة نضج سياسي في هذه المرحلة وتعي دورها القومي، رغم أن محمد علي لم يكن مصريا ولكنه انتمى لهذه البلد. وبدأت مصر في هذه المرحلة تشكل ما يطلق عليه بالذات الوطنية القومية وتعي دورها تماما، وعملت فتوحات في سوريا وفي قبرص وفي اليونان، ووصل محمد علي الى الأستانة اكثر من مره من اجل ان هو يفتح الايه الأستانة. ومن هنا تكالب عليه الغرب اكثر من مره ورعدوه مره اخرى ثلاث مرات من 1930 ل 1939 كان عايز يغزو الأستانة. ولذلك هنا انجلترا وفرنسا وروسيا لعبوا الدور في عطل ليه، لانهم خشوا هذا الرجل الذي كون امبراطوريه جديده وجيوشه وصلت للغرب. ومن هنا بدأت من 1805 ل 1808 السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، المحددات الجديدة والمتغيرات الجديدة اللي لعبت دور في تغيير بناء الشخصية المصرية تحديثا، أن الغرب هنا بدأ ينظر إلى هذا المكان الجغرافي وهذه الحضارة العظيمة بكل مقوماتها وخصائصها أنها هي محط أنظار الإيه؟ الدول الحديثة اللي قامت في الغرب، الدولة الحديثة اللي قامت في الغرب. ولذلك هم وقفوا ضد محمد علي وعادوه بعيدا عنه، وكانوا يعلموا ان السلطان عبد الحميد في تركيا بدا رجل ضعيف الحكم في المرحلة الأخيرة بتاعته، وان الدولة العثمانية في مرحلة انهيار، فالبديل الطبيعي هو اي محمد علي من خلال الانتصارات اللي عملها من خلال سوريا واليونان وكريت وغيرها والسودان، فبدأهم هنا يفهموا أن هذه الدولة هتنهض مرة أخرى وتقوم من خلال هذا النصار. ولذلك بدأت متغيرات جديدة. لماذا جاء الإنجليز 1882 لكي يغزو مصر؟ وهنا بدأت بقى مرحلة في فترة حكم محمد علي، في المرحلة الأخيرة اللي هي فترة حكم سعيد وتوفيق، بدأت مرحلة الانكسار بدخول الإنجليز عندما فشل أحمد عرابي في صد هجمة الإنجليز والدفاع عن القاهرة واحتلوا مصر في 1882. هنا تبدأ الكلام اللي احنا نقدر نقوله من هذه المرحلة، استمر الإنجليز عندنا حتى اتفاقية سايكس بيكو اللي هي قسموا فيها المنطقة. وراحت الإمبراطورية العثمانية، وهنا مصر لم تقسم لأن مصر أساسا كانت بقت تحت الإيه؟ الإنجليز. والإنجليز في حاجة كان في حاجة عاملها الإنجليز والفرنسويين ضد أولاد محمد علي في عهد اسماعيل، وعزلوا هم اللي عزلوا اسماعيل. ليه؟ لانه دخلوهم في صراع في ديون واغرقوهم في الديون ومشاكل، وكانوا هم بيعملوا دوله حديثه فعلا، عملوا حاجه اسمها الاتحاد الفرنسي الانجليزي، واللي بيه دخلوا مصر
وتم احتلال مصر. وهنا نقدر نقول بقى من الفتره دي ل 52 ماذا حدث عندما قامت ثوره 52. هنا المتغيرات اللي حدثت في الشخصيه المصريه والقيم اللي بيدين لها الايه الشعب المصري. تاريخ عريض دكتور، يعني يحتاج الى حلقات وحلقات حتى تتضح الصوره بشكل كبير جدا بالفعل. لكن خلينا نركز في الفتره الاخيره في ظل المتغيرات اللي احنا بنشوفها والتهديدات وما نشهده من تحديات كثيره موجوده سواء داخليا وسواء خارجيا. انت شايف الشخصيه المصريه بتتعامل مع هذه التحديات ازاي؟ وخلينا في الفتره الاخيره مثلا من بعد الثوره من 2011 لغايه دلوقتي، مثلا انت شايف التكوين المجتمع المصري بقى شكله عامل ازاي؟ انا شايف ان الشخصيه المصريه تستعيد مقوماتها الاصيله في بنائها اللي أنا قلتها، اللي هو مكون الموقع الجغرافي والدين والنيل. بتستعيد الشخصية المصرية وبتعي دورها التاريخي مرة أخرى من خلال وجود قيادة سياسية فاعلة تعي مستقبل الدولة المصرية في هذه الحالة، بغض النظر عن التغيرات اللي طرأت على القيم المصرية. المصريين بطبعهم عندهم ولاء للوطن والهوية والقومية، وشخصية متدينة ووسطية وغير عنيفة وغير متصارعة. النسيج الاجتماعي متكامل وغير متصارع، وده يخلي في المرحلة اللي احنا فيها بعض السلوكيات اللي هي ظهرت في مرحلة التفكك والضعف اللي مرت بها الدولة المصرية، لأنه من بعد 52 حتى الآن مرت مصر بثلاث تجارب فاشلة في التصنيع. نعم. وهنا ده السبب في تغيير القيم والتغيير في الشخصية المصرية، أنها عانت من الفقر وعانت من المرض وعانت من الجهل وعانت من مشكلات كثيرة في هذه المرحلة التاريخية، ولم تقم الدولة المصرية الحديثة منذ 52 حتى الآن. ودخلت مصر في مرحلة صراع مع القوى الأجنبية، رغم أن ثورة 52 قامت وكان عندها أهداف، واستطاع الغرب أن يجهد ثورة 52 من خلال 67، وعندما عدنا في 73 مرة أخرى لكي تقوم الدولة لم تقم الدولة المصرية الحديثة. واستغل الغرب تنمية الصراعات الإثنية والطائفية في المنطقة العربية باسم الدين، الصراع ما بين الدين والإيه والحكم. ولذلك هنا في المرحلة بعد 25 يناير بالتحديد وبعد 30/6، أنا شايف إن في استعادة للروح القومية مرة أخرى في الدولة المصرية، وإن بدأت الشخصية المصرية تعي دورها من خلال قيادة سياسية وطنية تعي الدور المصري للمستقبل وتعمل من أجل تحقيق الصالح العام. وأنا عايز أقف عند كلمة الصالح العام، مهمة جدا، لأنه الدور اللي بتلعبه القيادة السياسية مهم جدا في تنمية الوعي. هل الشخصية المصرية قيمة الولاء والانتماء للوطن عندها وعي اجتماعي ووعي سياسي ووعي بالمتغيرات السياسية وقيمة التغيير؟ بدليل ان 25 جت و30 وبعد سنة من الاستئساد بالسلطة من قبل التيار الديني اللي كان موجود طلب الشعب التغيير. وهنا انا اخذ الرؤية، القيادة السياسية وعت هذه الرؤية تماما، اللي هو الرغبة في التغيير، واهتمت وتبنت المصالح العليا للوطن، واستطاعت ان تعيد بناء المؤسسة العسكرية على احدث طراز دون التقيد بفكرة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت من دور التبعية، واستطاعت أن تبني المؤسسة لكي تحمي مقدرات الأمة وتحمي مقدرات الاجتماعية والثقافية لهذا الشعب اللي هم السكان داخل حدود المكان. والقيادة السياسية تعي مقومات هذا الشعب تماما، لأنه منتمي وفي وقت الأزمات يأتلف ولا يختلف ويترابط ويتماسك الشعب. ولذلك أنا بقول دايما أن الدور الاجتماعي للشعب المصري في التماسك والتضامن خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو الدور الذي سوف يوصل مصر إلى المستقبل ويؤمن مستقبلها ويؤمن قدرتها ويؤمن السكان اللي هي الخبرات البشرية ويؤمن الموارد المادية الموجودة فيها وخيراتها الموجودة فيها، لأن مصر لازالت محمل الطامعين والعاقلين. طيب، هي الفكرة اللي احنا في كثير من الأمور ربما لا تكون واضحة للرأي العام بشكل كبير، وممكن في بعض الأمور تبقى تظل أمن قومي ولا يجوز الحديث فيها، لكن خلق حالة من الوعي لدى المجتمع المصري ببعض هذه التحديات وبعض هذه المشكلات، وتقبل المجتمع المصري كمان للموضوع، يعني وألا يكون ساحة للشائعات والانجرار وراء أفكار مغلوطة مثلا وأفكار غير صحيحة وغير ذلك من الأمور في ظل الانتشار التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الامور. انت شايف ازاي احنا نتعامل مع هذا الامر؟ ازاي احنا ننمي بالفعل حاله الوعي وان لا ننساق وراء بعض الاشاعات وغير ذلك من الامور؟ شوف، حاله الوعي ترتبط بما يطلق عليه بالثقافه العامه. والثقافه العامه لها مؤسسات بتلعب دورها. تبدا من الاسره وتنتهي الى الجامعه، مرورا بمؤسسات التنشئه المختلفه اللي بتلعب دورها. على مؤسسات الدوله أن تعي تماما التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الحالية. مصر تمر بعنق زجاجة، إما دائما في لحظات التغيير وطلب التغيير عندما يعلن الشعب والسكان عن رؤية جديدة
يختلف عن الرؤية القديمة في رؤية جديدة للمستقبل إذا تبنتها القيادة السياسية بقى احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. تبنتها القيادة السياسية من خلال أفعالها على أرض الواقع. مؤسسات الدولة يجب أن تلعب دورها. يعني لما أقول المدارس، لماذا لا تلعب المدارس دورها؟ مراكز الإعلام الموجودة في المحافظات، مراكز الشباب الموجودة في المحافظات، إيه دورها؟ هنا القوة الناعمة للشخصية المصرية ما نقدرش ننساها، وهي الإذاعة والتلفزيون والصحافة والسينما، كل دي قوة ناعمة. هنا تنمية الوعي يجي من خلال الأدوار اللي تلعبها هذه المؤسسات في بغض النظر عن مستوى التعليم. مصر الآن تعاني من انخفاض. يقول لك إذا رجعنا للبعد التاريخي، الدولة المصرية القديمة اللي هي الحضارة اللي دانت لها الدنيا كلها ما تأمنتش من خلال خبرات حياتية على أساس علم. إذا قيمة المصريين يؤمنوا بقيمة العلم، ولدى المصريين بغض النظر عن انحدار مستوى التعليم قيم. المصري يبيع ممتلكاته من أجل تعليم أولاده ولا ينظر إلى قيم المادية اللي هي هتعود من العمل المهني أو غيره. إذا قيمة العلم موجودة في هذه الحالة، هذا الوعي يجب أن يبنى عليه لكي ننمي الوعي، نعيد مؤسسات بناء التعليم مرة أخرى، وده المدخل الوحيد للمستقبل اللي يخلي عند الناس والمواطنين وعي في مقاومة الإشاعة. الإشاعة هي عبارة عن فكرة يتم بثها بغرض إجهاض مقابل التقدم عشان يخلي الناس في دائرة الصراع والالتفات إلى ما هو إيه غير علمي، لأنه قد يروج لفكرة غير علمية، ولكن تأخذ من جهد الناس وتفكيرهم ووقتهم بعيدا عن الإنجاز والكفاءة، وبالتالي هنا بتوديك في ناحية بعيدة عن الطريق اللي هو المستقبل. فإذا كان عندنا وعي في هذه المرحلة، ولذلك يجب على الدولة أن تضع في مؤسسات للرد على هذه الإشاعات. على طب ما احنا عارفين ان في ميليشيات في شبكات التواصل الاجتماعي وفي أجهزة مخابرات بتديرها، ما عندنا أجهزة إعلام، المؤسسة العسكرية عندها جهاز، ومؤسسات الإعلام عندها أجهزة، لماذا لا يكون هناك ناس متخصصين في الرد؟ وعندنا أساتذة في السيكولوجي وعلم الاجتماع المتخصصين في الرد على الإشاعات، دي حاجة. المدارس هناك متخصصين متخرجين من الجامعة أيضا، أما يبقى في إشاعة معينة زي مثلا بالأمس كانت مشكلة المية في اسكندرية. مشكلة مية في اسكندرية، ما هو في ميليشيات دي منتظرة أي لحظة خطأ حتى تحدث نوع من الارتباك في الرأي العام. فإذا كنا احنا فاهمين هذا الكلام، يجب أن يبقى فيه رد مباشر، ويبقى فيه مؤسسات تعلن مرة مباشرة للشعب ماذا حدث. وامبارح كان فيه مباشرة الحقيقة، سمعت أنا رئيس المؤسسة في اسكندرية الراجل رد، وكان حتى على شبكات التواصل المسؤولين اللي بيعملهم في شركة المياه نفسهم هم بردوا على المواطنين، وده كويس جدا. تمام، نتمنى بالفعل في ظل الرؤية الجديدة للحكومة كمان اللي هي بناء الشخصية المصرية، وتبقى في جهود بالفعل في هذا الإطار يعني، وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة. ده أمر مهم جدا في المرحلة اللي جاية. أنا بشكرك بالفعل دكتور جمال أبو شنب، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة حلوان، وطبعا الموضوع محتاج لجلسات وجلسات عشان تتضح الصورة بشكل أكبر. على أي حال أنا بشكر حضرتك دكتور جمال. أنا اللي شاكر، شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم. والآن وصلنا إلى جولتنا الاقتصادية ومجموعة متنوعة من الأخبار مع الزميلة حنان.